مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من المواجهه اكون مع حضراتكم على مدار هذه الساعه. انا لما جبريل. المواجهه الثانيه للنهارده هيتجدد فيها لقائنا الاسبوعي مع الكاتب الصحفي الاستاذ عبد الحليم قنديل، قراءه تحليليه لابرز المستجدات على الساحه الدوليه. المواجهه الاولى بعد لحظات هنتكلم فيها عن الدراما الرمضانيه والحياه بزاويه مختلفه، وهذه زاوية لها علاقة بدور الدراما في نشر الوعي لدى فئات المجتمع المختلفة. فمن يتابع الدراما التلفزيونية والرمضانية يعني بشكل أكثر تحديدا سيدرك دائما أنه الدراما بتحمل العديد من الأفكار الهادفة اللي بيسعى صناع العمل لإيصالها للمتلقي. الدراما في كثير من الأحيان بتأتي من وحي أفكار واقعية، إن لم يكن كل الأحيان تقريبا، يعني بيعيشها الناس بشكل يومي من خلال الدراما اللي بتجسد هذه الأفكار بشكل أكثر وضوح وتعمق. ده بيشكل في المقام الأول مواجهة بين الإنسان ونفسه عن الوضع الحالي أو الواقع الحالي، والكثير من المواجهات الفكرية المهمة الحقيقة من خلال الأعمال الفنية، إذا كانت دراما بقى أو أفلام أو طبعا يعني الدولة المصرية، يعني إحنا رواد في هذا الأمر بشكل كبير. ولكن بما أنه يعني كل عام وحضراتكم بألف خير، يعني غدا نستقبل شهر رمضان إن شاء الله، والشركة المتحدة يعني مجهزة وكبة دسمة جدا من دراما رمضان. فالمواجهة الأولى بعد قليل هنناقش المواجهات الفكرية في دراما رمضان، هتبدأ بعد ساعات، دورها في نشر الوعي ودورها في بعض الأحيان للنظر لتشريعات مهمة، ودورها في أحيان أخرى للفكر أو التفكير في موضوعات لم نكن نتطرق إليها بشكل كبير، موضوعات المتعلقة بالدراما الرمضانية، مع ضيفي الكريم في الاستوديو الأستاذ رامي المتولي الناقد الفني. ابقوا معنا. إن الإمام الليث حدثنا بجواز الانتفاع بالجلود بعد أن تطبق فتتطهر. لابد وأنه يمر على الأحواف في الطريق إلى تنيس، لكنه سيف أمير المؤمنين. علينا أن ندون العلم بحرص حتى إذا توقفت القلوب بقيت السطور. جيتوا هنا قبل كده؟ لا، أول مرة. هتنبسطوا هنا كتير. مش احنا اتفقنا ما نجيبش سر بابا مع أي حد خالص؟ جوز حضرتك فين؟ ليه؟ بتعمل اللي أنت بتعمليه عشان عيالها تبقى بطلة حلال. كفاية كلام حلال. لما الغزاة هجموا على مصر قام لهم السلطان حامد وقال لهم والله ما تدخلوا الا على جثتي. احنا اتولدنا يا ابني لقينا المهام موجود في البلد. الناس اللي بيحفروا في المهام دول بيدوروا على ايه مدفون؟ لو مصر اتغيرت هويتها محدش هيعرف يرجعها تاني مصر. جديد برحب بحضراتكم. والمواجهه الفكريه في دراما رمضان وضيفي الكريم الاستاذ رامي المتولي الناقد الفني. استاذ رامي برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك بخير. وحضرتك بخير وعلى الجميع بخير يا رب. وجبه دراميه يعني متكامله انجاز التعبير دعية. بشكل كبير السنه دي دراما رمضان 2023. بس خليني اسال حضرتك في البدايه، ليه دايما بنقول انه وسيله الدراما او الفن دون غيرها هي الاكثر او الاقوى في عملية تشكيل الوعي؟ والله هي مش ما بقولش ان هي تشكيل وعي، هي حس الجمهور اكتر على التفكير، على المقارنة،
وبالتالي هي بتساهم في نشر الثقافة بشكل أكبر أو التوعية. لكن تشكيل الوعي دي يعني أقدر أقول إن هي بشكل أو بآخر ممكن يكون لها تأثير سلبي، لكن هي مش بتشكل الوعي بشكل سلبي أو حسب ما يبدو على المصطلح ده. هي تشكيل الوعي من زاوية إن هي بتزيد من الثقافة، بتطرح قضايا أو أفكار. دايما يقولك فندم إنه الوسيلة الأسهل لإيصال أي رسالة هي من خلال الفن طبعا، بأي أداة من أدواته يعني. بالضبط. بس هي الفكرة هنا إن قد يبدو إن المصطلح ده كأن الفن سلبي. الموجه قد يأثر سلبا أو إن هو يوجه الناس ناحية تفكير سيء أو سلبي، دي مش حقيقة. بالعكس، هو يعني من خلاله نقدر نصلح الكثير من الأفكار المغلوطة اللي كانت موجودة بشكل أو بآخر. علشان كده يعني أنا بقول لحضرتك هي الأكثر أو الأكثر دقة إن إحنا نقول إن هو بيطرح أفكار أو بيدعو إلى الاشتباك مع أفكار، يعني هي دي الفكرة الرئيسية. دايما الأكثر. رمضان ليه مذاق مختلف، ويعني بيكون هو السباق الأقوى طوال الموسم العام. الأهم. رأي حضرتك إيه مؤخرا في المواجهات الفكرية اللي بدأت تحدث بالفعل من خلال النصوص في الدراما الرمضانية؟ والله هو ده شيء جيد، وكانت نقدر نقول إن ده كان مطلب عند كتير من المتخصصين ومن الجمهور، إن يكون في دراما متخصصة نقدر من خلالها إن هي تكون آلة صد علشان تحافظ على الأفكار، تحاول إن هي تصد على الأفكار السلبية والهدامة. يعني ده اتطرح بشكل رئيسي من خلال مسلسل الاختيار بالمواسم الثلاثة الناجحين جدا اللي شكلوا هم ومجموعة أخرى من المسلسلات حائط صد كبير، يعني هجمة مرتدة، الاختيار الجزء الأول، الجزء الثاني، في أكتر من كمان يعني السينما، في أكتر من فيلم اتعمل بيحس على الروح الوطنية. ففكرة إن أنا أتعامل مع الأحداث اللي في التاريخ القريب اللي قد تكون من كتر قربه في أحداث وقعت ما الجمهور ما أخدش باله منها، أو تفاصيل دقيقة ممكن يكون الجمهور أو المتابع ما أخدش باله منها، نعيد صياغتها بشكل درامي، ده تأثيره بيكون قوي. يعني بيعتبر زي ما قلت حضرتك إن في آلة إعلامية مضادة، الآلة الإعلامية المضادة دي بتحاول تهدم الأساس اللي مبني عليه الدولة والجمهورية الجديدة بشكل أو بآخر. هنلاقي إن وجود أعمال درامية ليها تأثير قوي سواء عاطفي أو من ناحية المشاعر أو ارتباطها بشخصيات بعينها الجمهور مرتبط بيها، ده بيخلي بشكل أو بآخر إن في تصحيح للمفاهيم الغلط. أنا مهتم أسأل حضرتك ليه دايما الدراما اللي بتحمل طابع فكري بتثير الجدل، وحتى إثارة الجدل دي بيتم من خلال عرض البروموهات قبل عرض حتى المسلسل نفسه على الهواء؟ خوفا من تأثيرها، لان هي لما بتتعمل بيبقى لها تاثير قوي. يعني اعتبري حضرتك ان في قدام حضرتك فريقين او مواجهه مضاده، في اعلام مضاد لما يحدث بيحاول يكسر من النجاحات او يحاول يكسر من الجهد المبذول علشان نحد من التاثير السلبي. بمجرد ما يبقى فيه حائط صد او بمجرد ما يبقى فيه وسيله نكشف بيها الاكاذيب لازم يتم مواجهتها بكل قوه. لذلك بدايه من البروموهات هتلاقي فيه هجوم على الفنانين اللي بيشتركوا في العمل، هجوم على الافكار، هجوم على كل التفاصيل، والملعب دايما بيكون السوشيال ميديا. لكن التأثير على الأرض أو التأثير الواقعي والفعلي للأعمال الفنية دي في الشارع بيكون كبير وضخم. احنا كان معانا على الهواء لقطات من مسلسل تحت الوصاية، ويمكن العام الماضي دراما 2022 كان في فاتن أمل حربي. والحقيقة انه انا مش بشبه العملين، ولكن بتكلم عن خط درامي متعلق بالمرأة اللي شايلة مسؤولية أسرة أو فاتن أمل حربي كان عمل شكل من أشكال مش عايزة أقول التوجه، بس كان في نظرة للقانون بسبب هذا العمل. صحيح. وإحنا طبعا في مصر الحقيقة على مدار التاريخ تاريخنا مليء بالأعمال اللي غيرت وشكلت تشريعات. صحيح. مهمة جدا لها علاقة بـ 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 بالأحوال الشخصية تحديدا.
الوصايا من اول اصلا من قبل ما البرومو من اول ما الصوره الدعائيه نزلت وفي اثاره جدل كانت بدايه على الصوره ومن ثم البرومو. واضح ان هو يعني احنا شايفين في البرومو بدون دخول يعني في تفاصيل لسه سيده بتحمل مسؤوليه ايضا اطفال ودخول عالم الصيادين وده اكيد عالم لوحده. رايك ايه في الخط الدرامي ده استاذ؟ هو الخط الدرامي ده جزء من التوجه العام، يعني هي زي ما قلت حضرتك في البداية إن الفن متصل بالمجتمع بشكل كبير. فكرة هل هو بيأثر في المجتمع أو بيتأثر بالمجتمع هو سؤال كبير قوي. ما هي هي هنا بمراحل، يعني زي ما حضرتك ذكرتي إن في أعمال غيرت منها كلمة حلن. شرف أريد حلا جعلوني مجرما كل دي يعني جعلوني مجرما غير في قانون الأحداث كلمة شرف غير في قانون الزيارة في السجون أريد حلا في الطلاق والأحوال الشخصية. فالفكرة هنا أن ده تأثير الفن على المجتمع، تأثيره بيكون أقل من تأثير المجتمع على الفن، يعني الفن بيتأثر بالمجتمع أكتر وبيعرض قضايا. معنى أن يكون عندي السنة اللي فاتت زي ما حضرتك ذكرتي فاتن أمل حربي والسنة دي يكون عندي تحت الوصاية، معنى كده أن في مشكلة كبيرة جدا. المشكلة دي بتواجه ملايين من البشر موجودين في مصر، وبالتالي الفن بيتأثر بيها، الصناع بيتأثروا بيها، وعليه بيحصل يصاغ عمل فني يشكل ويعبر عن آراء القائمين عليه. في كان أزمة أو لعبة نيوتن برضو مسألة الطلاق الشفهي اللي فيه اهتمام من الدولة أصلا خاص، يعني رئيس كان يعني ده كان دائرة من الدوائر اللي بيناقشها لعبة نيوتن طبعا، منها الهجرة وقوانين الجنسية، لأن برضو هي بتأثر بشكل أو بآخر بنأثر على فكرة الرغبة في نيل جنسية أخرى من الدول المتقدمة أو الدول الأولى علشان يأمن لنفسه مستوى معين أو يحفظ يعني لعياله مستقبل أمان بشكل بالضبط لو إن هو يعني مختلف عليه. لكن هو كان بيعالج القضية دي إلى جانب قضية الطلاق الشفهي وقضايا أخرى تانية تتعلق بالمرأة. أنا بس بطلب من زمايلي صورة مسلسل تحت الوصاية، ليه أستاذ رامي منذ لحظة نزول البوستر الدعائي اللي تحت الوصايا كان فيه جدل كثير حول هذه الصوره؟ والله انا يعني والحقيقة انه الافكار اختلفت ما بين الشكل وما بين النكد وما بين ما وراء المسلسل قبل كانت الصوره الثانيه بتاعت منى زكي. هي الفكره نزل. الفكره من وجهه نظري انا الشخصيه ان ده نوع من انواع الشكل اللي بيحصل على السوشيال ميديا دلوقتي. فكرة التواجد وراء شاشة على كيبورد تسمح ان انت تلقي اتهامات جزافا او ان انت تقول رأي مسطح ما فيهوش اي نوع من انواع العقل او المنطق، وهذا الرأي المسطح بيلاقي هوى عند اخرين بيشوفوا برضو ان هو رأي سديد وهو مش رأي سديد، بيعمل حالة من الاندفاع ناحية حاجة معينة. جزء منها سهولة ان انت تعمل ده، يعني لو احنا مضخمين العقوبات وحاطين رادع كبير جدا، لان معظم التعليقات اللي انا شفتها على البوستر بتدخل في مجال السب والقصف، يعني لو احنا بنعمل شخصية داخل عمل فني فالفنان اللي بيعمل الشخصية دي او الفنان اللي بتعمل الشخصية دي بتتشتم كل الشتيمة دي علشان مجرد ان هي بتأدي شخصية، وهي شخصية منطقية جدا، يعني هذه سيدة مسؤولة عن طفلين وبتعاني ماديا علشان تعيلهم، فهل من المنطقي ان هي يكون شكلها حلو؟ يعني ما هي طبيعي لازم هيكون الشخصية تتناسب مع طبيعة الدراما، يعني ده شيء طبيعي. دايما في خناقة كده يا استاذ رامي متعلقة بهل الفن رسالته فقط ايصال رسالة ايا كان بقى في احوال سياسية اجتماعية دينية، ولا احنا بنتكلم عن انترتينمنت خالص او يعني شيء للمتعة الخالصة؟ وطبعا المفروض يحصل مزج بين الاثنين، بس هذه الفكرة دائما ما بتخرج بشكل او باخر انه لا العمل ده تقيل، لا العمل ده، يعني ما اعتقدش ان لازم يجب المزج بينهم. يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني لو احنا بنتكلم على الترفيه والتسليه هي رساله في حد ذاتها طبعا، يعني لو انا هعمل عمل كوميدي طبعًا. الاعمال الكوميديه على فكره بتلاقي جمهور كبير جدا، وجمهور كبير جدا بيتم الاعراض يعني بالظبط، يعني فعلا هي والاكشن اكتر جمهور موجود على مستوى العالم. ففكره ان انا اوصل ان انا اضحك حد او ان انا اسليه بس
ده منهج في حد ذاته، دي رساله في حد ذاتها. لو ان برضو بيبقى في تحفظ على كلمه رساله، يعني هو الفن طول الوقت بيدفعك ان انت تحتك، بيدفعك ان انت تفكر، بيدفعك ان انت تطلع مشاعر معينه. فالضحك ده نوع من انواع المشاعر. فؤاد المهندس عمل كده وصولا لغايه رحمه احمد اللي هي كانت ظهرت في الكبير السنه اللي فاتت. فالفكره ان طول الوقت احنا عندنا تنوع. احنا السنه دي سامعين ان الكبير عامل قلق يعني. طبعا لا، وفي يعني صفاره ودنيا سمير غانم رجعت، فاعتقد طبعا ففي اكتر من عمل، اعتقد ان في اهتمام بالدراما بتنوعاتها، يعني في مسلسلين فانتازيا يعني كوميديا وفانتازيا، فاعتقد ده شيء جيد وده تنوع مطلوب في ظاهره ال 15 حلقه كمان. بما ان احنا بنتكلم عن الجانرز اللي موجوده هذا العام، ظاهره ال 15 حلقه أنا شايفها إيجابية بشكل كبير جدا، لأنها وجبة مركزة وضامن جودة بشكل أو بآخر في العمل. إيه رأي حضرتك في هذا الأمر؟ إحنا عندنا أكتر من عمل 15 حلقة السنة بالضبط، وفي أعمال تانية هتكمل وراها. يعني معناها إن إحنا عندنا دوبل العدد، يعني لو إحنا عندنا مسلسلين 15 يبقوا 4، لأن في مسلسلين هيقابلوهم من الناحية التانية. الفكرة هنا إن هو طبعا شكل جيد. لو حضرتك نرجع لورا شويه، لما بدا التلفزيون في الستينات كان في عندنا سبعيات وكان عندنا سهرات تلفزيونيه. صحيح. وكانت المسلسلات نفسها ما بتتخطاش 13 حلقه، يعني 13 14 حلقه. فهي الفكره هنا ان ده بيبقى تكلفه انتاجيه اقل، تكثيف في الوقت، في نقدر نقول قرب. حتى العالم كله بيشتغل على المواسم الصغيره دي جنب المواسم الكبيره. صحيح. فعلى حسب طبيعه الموسم وعلى حسب الوقت المتاح للعرض، ففي تفاصيل كتير جدا بتتدخل في ده. لكن اللي خلى الشكل ده يرجع ينتشر بشكل قوي هو المنصات الالكترونيه. هي ساهمت بشكل كبير جدا ان الشكل ده يكون موجود، بخلاف كمان ان احنا عندنا دلوقتي فكره التاسيس للمواسم بشكل رئيسي. يعني انا موسم الخريف والشتاء اللي فات كان فيه اهتمام شديد جدا بعرض مسلسلات متعاقبه جديده تتناسب مع الموسم ده. صحيح. لذلك لما بنخش في الموسم الجديد وهو موسم رمضان، هتلاقي ان الطبيعه متوافقه معاه بمسلسلات 30 حلقه ومسلسلات 15 و15. وبالتالي لما نخرج من موسم رمضان هنرجع تاني نخش في موسم الجديد اللي هو موسم الشتوي، وهنبتدي والصيف، يعني عفوا الصيف وبعد كده الخريف والشتاء. فكل موسم هتلاقي له طبيعه المسلسلات اللي بتتناسب معاه، سواء من نوعها وموضوعها او عدد الحلقات. خليني اسال حضرتك، في بعض النقاد بيصنف الاعمال الدراميه اللي بيحمل طابع فكري بشكل او باخر انها بتضر العمل بشكل انه بيتجاهل الشق الدرامي. طبعا ده مش مثال ينفع نعممه، ولكن في بعض الاحيان ده بيوجه لبعض الاعمال اللي بيبقى فيها طابع فكري، اذا كان سياسي او ديني او راي حضرتك ايه في هذه الرؤيه؟ والله على حسب طبيعه العمل نفسه. يعني في اعمال كتير جدا بتكون متصممه انها تشتبك مع قضيه فكريه معينه، او اللي احنا بنقول عليه بشكل عام ده عمل موجه. يعني خليني ارجع برضو بالذاكره شويه، لو اتكلمنا على مجموعه افلام اسماعيل ياسين في الجيش وفي الطيران وفي البوليس الحربي وفي الاسطول، دي كلها اعمال موجهه. صحيح. هل هي فنيا مش جيده؟ ما زالت موجوده حتى هذه اللحظه واحنا بنشوفها وبنتفاعل معاها وبنضحك. لا، ولكن لا ينفي ان العمل الموجه لازم يكون عمل ده لا يتناقض مع ده. بالظبط، يعني ده لا يتناقض مع ده، ومش لازم يكون العمل الموجه ده هو عمل جاف بطبيعته. ولكن احيانا الطبيعه بتاعه القضية اللي بيشتبك معاها العمل بتفرض هذا النوع. حضرتك ذكرتي فاتن أمل حربي. فاتن أمل حربي ممكن نعتبر ان العمل ده في جمل خطابية او في ديالوجات او مونولوجات في وسط العمل. صحيح. بتعتبر كأنها رسالة موجهة. بالظبط. يعني وده مطلوب، لان انا دلوقتي لازم اتعامل مع قطاع كبير جدا من الجمهور. انا مش رايح لشريحه معينه، مش رايح لشريحه فكريه او اجتماعيه معينه، انا بخاطب جمهور عام. فلازم اوصل لاقل قدر من الاستيعاب والثقافه واعلى قدر من الاستيعاب والثقافه. ففي بعض الاعمال لازم يكون فيها خطابيه ولازم تكون موجهه بالشكل ده، لانها بتشتبك مع قضايا اجتماعيه. ونفس الشيء بيتقال على المسلسلات التاريخيه الدينيه، ونفس الشيء على المسلسلات التاريخيه الوطنيه. فطول الوقت انا عندي شكل معين، الشكل ده
بخاطب بيه الجمهور، واعتقد ان ده بيرجع لصانع العمل نفسه. يعني في بعض الصناع ممكن يشوفوا ان هم يحطوه في اطار لايت وخفيف، وفي بعض الصناع يقولوا لا احنا عايزين ناخده بشكل جاد ونتعامل معاه بهذه. بما ان حضرتك تحدثت عن بعض الاعمال التاريخيه الدينيه، احنا بقالنا كتير قوي ما كانش في مسلسل ديني بهذا الطابع. بالزبط. الامام الشافعي معانا السنه دي، شخصيه هو رمز من رموز الدين الاسلامي للعالم الاسلامي كله. ايه تحديات انه انا اجسد سيرة ذاتية لشخصية بهذا الحجم في رأيك؟ والله بصي، هي مسألة يعني متناقضة من اكتر من حاجة. اولا هل اخضع لرؤية معينة؟ يعني لو جينا بصينا على شخصية الامام الشافعي هتلاقي ان في اكتر من زاوية، وفي البعض قد يصل يعني عفوا الى سبه احيانا. يعني في ناس من كتر العنف والتعامل مع الشخصية ومع مواقفها بتوصل ان هي بتقول عليه ما لا يليق. بس التعامل هنا، انا هاخد الموضوع من اي زاوية، انا واقف عند اي مرحلة ونقطة فيه، بيبقى دايما فيه نوع من انواع الرقابة الذاتية. يعني عادة الصناع لما بيتصدوا لشخصية دينية أو رمز من رموز الدين الإسلامي أو الأديان عموما، بيبقى فيه رقابة ذاتية. أولا إن أنا بحاول أطلع الشخصية دي بشكل ما بطريقة تبرز الـ الإيجابيات اللي هي قدمتها. وفي دايما خوف بعيدا عن طبعا الإمام الشافعي، عذرا عن المقاطعة يا أستاذ رامي، بعيدا عن هذا العمل تحديدا، دايما بيكون في خوف من حتة انه انا هقدم شخصية محبوبة فيصعب ان انا اقدم السلبيات. هو يعني مع انه احنا كبشر بعيدا عن هذا الرمز فينا سلبيات وايجابيات، والكثير من الشخصيات اللي قدمت يعني كسير ذاتية للفنانين وغيرهم. هل ده تحدي في الكتابة؟ طبعا تحدي في الكتابة، ان انا ابين ايجابيات. طبعا، لان هو هنا انت بتخلقي شخصية دراميا ما بتبقاش مقبولة عند الجمهور. يعني لو انا عملت شخصية ما مشهورة وفضلت اديها ايجابيات، لازم اخلي بعض الشخصيات الاخرى حواليها سلبيه، هم بقى الاشرار. بالظبط، يعني لازم في معادله. فده بيخلي مثلا البعض يتضايق من الشخصيه نفسها، او تكون الشخصيه ملائكيه جدا، دي بتعمل فاصل درامي. ده بيبقى تمام عند الشخصيات اللي نقدر نقول عليها ايه، قريبه معاصره، ما بتاخدش جانب قدسي، او ما بتاخدش جانب رمز ديني او رمز له تقديس او تقدير عند جموع من اللي بيقدسوه او بيشوفوه كده. فاضفاء صفات ايجابيه على شخصيات دينيه مقدسه اعتقد او مقدره، سواء كانت كده او كده، يعني عشان بنتكلم على انواع على مش على امام دلوقتي. يعني بيلاقي هوا، لان هو هنا بيبقى القدسيه دي او التقدير ده بيحل ازمه ان انا اشوف الشخص ايجابي. الدراما الدينية قد ايه مهمة بالنسبة لينا يعني كعالم عربي؟ لأنه مهمة احنا جدا. احنا طبعا الخط ده مهم بالنسبة طبعاً. لنا، بس انتاجها اعتقد مهم برضو، مهم صورة. وهو يعني واجه مشكلة كبيرة جدا خلال السنوات الماضية بعدم وجوده، وانا شخصيا برجع ده لعدم وجود نصوص، لعدم وجود سيناريوهات. احنا افتقدنا وجود الاستاذ محفوظ عبد الرحمن، افتقدنا وجود الاستاذ عبد السلام امين. دول اساتذه كبار كانوا محترفين ان هم يعملوا المسلسل التاريخي والديني بشكل يعني يخلي له جماهيريه وشعبيه كبيره جدا عند قطاع كبير من الجمهور. هل ده بيخلي الكثير من الصناع دلوقتي يعودوا لكتاب عمالقه يعني زمان؟ احنا شايفين في عوده كبيره للكثير من النوفلز او الروايات القديمه اللي صدرت عن كتاب عظماء مصريين. سر الباتع، والله اثر الباتع طبعا. لا بص، ده موضوع اخر يعني، ده بعيد عن ده. انا يعني انا بشوف ان في اسماء كبيره بتدقق تاريخيا وبتبحث. طبعا بتدقق وتبحث تاريخيا، زي الاستاذ عبد السلام امين، زي الراحل وحيد حامد، زي محفوظ عبد الرحمن، وده شكل من الاشكال. لكن العوده الى الروايات دي قضيه اخرى، يعني دي انا بعتبرها ظاهره صحيه جدا. لان احنا دلوقتي لما تيجي تعمل مسلسلات، طبيعي انك تعمل مسلسل سيناريو مقتبس، وطبيعي انك تعمل سيناريو اصلي. عندنا كتاب بيعملوا سيناريو أصلي كتير، وظهروا خلال العشر سنوات اللي فاتوا بشكل رائع، نذكر منهم الكثيرين يعني.
ففكره العوده للادب المصري والتراث المصري الروائي ده شيء ايجابي. ده شيء ايجابي بس في البعض بيشوف ان احنا العملية. عندنا نقص في دلوقتي في الكتاب او الافكار ان انا ارجع لده خالص ده الاسماء بتزيد احنا كل يوميا عندنا ورش كمان وعندنا تكنيك الورش ده كمان يعني ده تكنيك الورش ده بادئ من اعتقد من نص التسعينات بس خليني ينتشر. اسال حضرتك ازاي بيتاثر اسلوب التناول الدرامي طبيعي او بشكل او باخر وفقا للتوجهات الفكريه او السياسيه للكتاب او للصناع هل ده بيحصل؟ ده طبعا ده طبيعي لان احنا عندنا اعمال في غايه الدقه وفيها تدقيق تاريخي وديني وثقافي على جميع المستويات بتكلم على الموسم كله كيف ازاي بيتم التوازن رؤيه حضراتكم كنقاد لهذا الامر اللي يكون والله الزي. هي بتبقى الموضوع زي ما قلت لحضرتك خاضع للمبدع نفسه يعني انا عندي دلوقتي سيناريست قرر ان هو يعني يروح لشخصيه الامام الشافعي هو عنده رقابه ذاتيه هو هيقرا هو هيبحث عايز يدقق اكتر فهيتوجه ل بس في الحاله دي الازهر كمان اعتقد بيتابع معاه بالظبط ما انا بقول لك هيتوجه للازهر هو رقابته هو الذاتيه هي الفكره كلها الابداع عند الـ 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 الصانع نفسه في تعامله مع الشخصيه لان احيانا قد يكون هذا الصانع عنده خلاف سياسي مع الشخصيه اللي هو بيقدمها وبالتالي هو هيظهرها بشخصيه سلبيه انا اقدر اقول له لا دي حريته تماما في ان هو يخوض المرحله دي او يتعامل معاها وده المساله اللي بنحاسبه عليها بعد ما يخلص العمل مش اثناء قبل ما اختم سر البيتع الكاتب العظيم يوسف ادريس ويعني هو عمل من الواضح طبعا 15 حلقه مهتم بالهويه المصريه بالظبط وكيف حافظ او حافظ المصريون على هويتهم على مدار الـ 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 التاريخ بالزبط. وصولا للعصر الحديث سريعا كده رأي حضرتك ايه في هذا يعني الوقت؟ انا فاكر فكرة التصدي للحقبة بتاعت الحملة الفرنسية دي يعني نقدر نقول ان هي من اكتر المراحل اللي بيظهر فيها اللي حضرتك قلتيه ده فكرة الاتحاد بشكل عام رغم ان هم يعني كمحتلين كانوا داخلين ان هم شكلهم حلو وبيحاولوا يتعاملوا مع البلد بشكل آدمي لكن دي ما كانتش حقيقة والمصريين قدروا ان هم يلاحظوا ده بشكل سريع وقامت عليهم ثورتين وثورتين من اكبر الثورات وكان فيهم تسليح شعبي وبيحاربوا جيش نظامي لغاية ما قدرتش تستمر فهي الفكرة هنا قضية الهوية دايما مهمة بالظبط هنا حاولوا يحافظوا على الهوية قدروا يتحدوا ويتماسكوا بشكل كبير فدايما الفترة والمرحلة بتاعت الاحتلال الفرنسي لمصر وقت الحملة الفرنسية هي فكرة جاذبة جدا علشان نقدر نتعامل مع فكرة مصر والوحدة الوطنية وفكرة الهوية نفسها فأتأمل ان المسلسل يكون طبعا هو عودة للمخرج خالد يوسف يعني بعد فترة قبل ما اختم كل سنة وحضرتك طيب يا استاذ بس طيبة. انت مهتم بقى تشوف ايه انا يعني مهتم طبعا اتفرج على المسلسلات الكوميدي والكتيبه 101 بشكل رئيسي يعني ده على قائمه مشاهداتي وطبعا هتفرج على منى زكي تحت الوصايه يعني دول من اكتر المسلسلات اللي انا ومسلسل نيلي كريم يعني كمان عندي صعيدي هذا العام طبعا صعيدي ودي منطقه جديده هي بتخش فيها نيلي كريم ممثله من الممثلات المعدودات في مصر يعني ففكره ان هي تخوض التجربه ان هي تروح صعيدي دي حاجه ملفته جدا بالنسبه لي فهيكون على قائمه مشاهداتي اكيد يعني اكيد يا استاذ رامي يكون لنا يعني لقاءات كثيره خلال شهر طبعاً. رمضان ان شاء الله كل سنه وحضرتك طيب وجميع بخير شكرا جزيلا استاذ رامي المتولي الناقد الفني كان ضيفي الكريم فاصل قصير اكون في انتظار حضراتكم مع أستاذ عبد الحليم المدني من جديد برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام في المواجهة الثانية نناقش خلالها أهم المستجدات على الساحة الدولية مع ضيفي الكريم الأستاذ عبد الحليم أنديل أستاذ أنديل كل سنة وحضرتك طيب وانت بألف خير أهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين جميعا زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لموسكو دلالات هذه الزيارة في هذا التوقيت هي الأولى منذ انتخابه في ولاية أو لولاية ثالثة لمدة 3 أيام ورؤية الصين كيف تحدد من خلال هذه الزيارة لروسيا الغرب وأوكرانيا يعني هذا هو اللقاء الرابع مباشرة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
طبعا كلنا يذكر اللقاء الشهير قبل بدء الحملة العسكرية الروسية. نعم. اللقاء تم في 4 فبراير 2022 والحملة بدأت في 22 فبراير. هذا اللقاء طبعا مشهور ببيانه المطول حوالي 3000 كلمة، كان بيانا هاما جدا يشكل تحولا في طبيعة العلاقة الروسية الصينية من جهة، وفي أثره على التحولات الدولية الجارية التي تسارعت في وهج نيران حرب أوكرانيا. طبعا هناك لقاءات أخرى غير هذه اللقاءات المباشرة في المنظمات التي تجمع روسيا مع الصين، خاصة في منطقة أوراسيا في دول آسيا الوسطى وكل دول الاتحاد السوفيتي السابق. هناك روابط روسية مع هذه الدول من جهة أمام منظمة الأمن الجماعي، وهناك روابط صينية كبيرة جدا مع هذه الدول، بعضها منتج لأنواع من الطاقة وبعضها في احتياج إليه. ومن هنا نلحظ الإشارة في لقاء بوتين وشي في الكريملين إلى هذه النقطة تحديدا، ضرورة ما يمكن تسميته إحكام الطوق في العلاقة بهذه الدول الأصغر بين الصين وروسيا، في إشارة إلى محاولات أمريكا لاختراق هذه المنطقة بالذات. هذه المنطقة بالغة الأهمية لمصير العالم. تصور أنه كلنا يعلم أن إفجينيو بريجينسكي الذي حل محل كيسينجر وكان يهوديا من أصل بولندي، يعني كان مستشارا للأمن القومي زمن الرئيس الأمريكي كارتر، وكارتر شغل فترة واحدة. بريجينسكي كان يركز على هذه المنطقة ويقول أن من يسيطر عليها سوف يحدد مصائر العالم. أيضا المباحثات عموما التي جرت بين الرئيسين معلنة سواء في البيان الختامي أو في 10 اتفاقات جرى توقيعها، 10 اتفاقات أساسية سواء في الطاقة في الاقتصاد في ما أسمي التعاون التقني العسكري. وهذه اتفاقات لا تعلن طبعا في العادة، لكن من المعروف أنه ما بين العسكرية العسكرية الصينية والعسكرية الروسية علاقات وثيقة جدا ذات طبع تاريخي. وطبعا من المعروف تاريخيا أنه التكنولوجيا العسكرية الروسية كانت أسبق من الصينية، وكل أنواع الأسلحة الصينية المبكرة بنيت على أساس التكنولوجيا الروسية من العهد السوفيتي إلى الآن. نعم. الأهم من ذلك كله في تقديري هو هذه المحادثة الصوتية التي استغرقت ثوان واهتم بها العالم كله عند توديع الرئيس بوتين للرئيس شي على باب الكريملين. التم الكثيرون بالتقاط هذه المحادثة القصيرة ذات الثواني المعدودة التي قال فيها الرئيس شي مخاطبا مضيف بوتين عبر المترجم، قال له ببساطة إن العالم نحن مقدمون على تغيير العالم بما لم يحدث في 100 سنة السابقة ونحن سنفعلها سويا. رد الرئيس بوتين قائلا أوافق، وثم تقدم شي لتحيته بدفء، فقال له بوتين رحلة سعيدة وآمنة بعد أن قال شي اعتني بنفسك يا صديقي العزيز. طبعا لوحظ أيضا في الزيارة أن هناك تعبيرات من شي من نوع صديق الأبدي، يعني هذا كلام. فالذي شاع عن اجتماع وهو أهم اجتماع في هذه الزيارة في اليوم الأول للزيارة، استغرق 4.5 ساعة ربما من أطول الاجتماعات من نوعها في التاريخ الإنساني. لا يتصور عاقل أن هذا الاجتماع خصص لبحث ما يسمى المبادرة الصينية للحل في أوكرانيا، اللي ما جاش فيها بند واحد بخروج روسيا من الأراضي الأوكرانية. لماذا لا أتوقع ذلك؟ لسبب بسيط جدا، أنه الموقف الروسي من هذه المبادرة ذات المبادئ الـ12 أعلن من قبل وطبعه العام ترحيبي، لكن لاحظوا أن الرئيس بوتين في عبارة مقتضبة تعبيرا عن موقفه من هذه المبادرة قال أن الكثير من بنودها يصلح أساسا فقط. وهذه نقطة هامة جدا، كثير من بنودها، لأنه معروف أنه بالبداية هناك تحفظ روسي على نمرة واحد،
في المبادئ المبادرة التي تنص على وحدة الأراضي الأخرى. والسيادة وميثاق الأمم المتحدة. هناك نقاط أخرى طبعاً حقيقة أستاذ أنديل، أنا كنت أسأل حضرتك عن حظوظ بكين في وقف هذه العملية، ولكن دعني أسأل حضرتك عن حظوظ الولايات المتحدة في وجه هذا الحلف الواضح أنه هيشكل مستقبل العالم. حظوظ الولايات المتحدة أولاً في ادعاء قيادة العالم أو صناعة السلام في أي مكان معدومة، لأن الولايات المتحدة متورطة وغيرها من حلفاء إلى أذانهم في حرب أوكرانيا. فالكلام عن كلام الولايات المتحدة عن انحياز الصين لا يقوم عليه دليل سوى العلاقات الدافئة بين روسيا والصين، ولا متقدم الولايات المتحدة دليلا على ما تسميه نية بكين تزويد روسيا بالسلاح. لم يثبت ذلك بيوم، ولا أظن أن موسكو بحاجة إلى سلاح في هذه المعركة بالذات. لكن ما بين موسكو والصين أعتقد شيء أعمق من المبادرة. طبعا حرصت روسيا على كسب الموقف السياسي لتوسيع نطاق وكسر أوهام أمريكا عن إمكانية عزل موسكو. أنا أعتقد أنه من الواضح جدا حتى الروس في تفسيرهم للمادة الأولى أو البند الأول من المبادرة لهم تفسير آخر. التفسير الشائع أن ذلك يعني رغبة الصين في دفع روسيا إلى مغادرة الأراضي الأوكرانية أو الانسحاب أو إلى آخره. هناك تفسير روسي آخر ببساطة مرتبط أيضا بميثاق الأمم المتحدة، يتحدث عن حق تقرير المصير باعتباره مبدأ من مبادئ الأمم المتحدة، وأنها لم تمارس سوى إعانة أهل الأقاليم الخمسة شبه جزيرة القرم ودونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون على كسب حق تقرير المصير في سياق طويل جدا من الصدام في هذه المنطقة في شرق أوكرانيا. أعتقد أنه لا فرصة ببساطة، لأنه أحد الطرفين يرفض المبادرة من الأصل اللي هو الأمريكي. لا أتوقف كثيرا عند موقف السيد زيلينسكي، أمريكا رفضت ببساطة وهي الطرف الآخر في الحرب. هذا مقتضى أن الحرب ستتصل، وهذا غالبا ما يعلمه الصينيون في بداية الأزمة، لكنهم يريدون منحهم قدرا أكبر من المناورة في بداية الأزمة. أستاذ أنديل، يعني منذ عام أو أكثر كنت أسأل حضرتك عن هذه الحرب، حضرتك ذكرت أنها ببساطة حرب بالوكالة على الأراضي الأوكرانية. هي حرب عالمية على الأرض، على الأراضي الأوكرانية. صحيح. إيه موقف هذه الأزمة العسكرية؟ إيه موقف الورقة هذه الآن بين هذه الأطراف؟ بقى في تحالف واضح وصريح روسي صيني في وجه مماطلة أمريكية، إنجاز هذا التعبير. ليست مماطلة أمريكية فحسب، يعني في عدوانية أمريكية ضد الطرفين. أمريكا تحارب روسيا في أوكرانيا، وكل التحالف الغربي 50 دولة يفعلون ذلك. وصل الأمر ببريطانيا الحماقة إلى الحديث عن استخدام القذائف اليورانيوم المنضب، وطبعا في كلام كلنا نعرفه عن مئات المليارات من الدولارات التي دفعت وكافة أنواع الأسلحة التي تستخدم وكذا. والغريب أن بريطانيا بررت استخدام اليورانيوم المنضب بأنها سبق هي وأمريكا أن استخدمته في حرب العراق وفي البلقان. فالفكرة ببساطة لم يعد هناك من فرصة لأن يخبئ أحد زخمه، فالأمر واضح جدا. وأنا كما قلت من قبل، إذا كان من أفق لهذه الحرب أن تضع أوزارها، فالأمر مرتبط بمعادلة تبدو ميكانيكية تماما الآن، التي هي لكي نكسب السلام لابد أن نكسب الحرب. لا توجد أي إمكانية أخرى. وأعتقد أن المبادرة الصينية رغم حرص جو بايدن على رفضه وإلى آخره ورفض الإدارة الأمريكية كلها، ثم تحفظ ذات زيلينسكي على دعوة الرئيس الصيني للاتصال في اجتماع بالفيديو سوف يتم بين الرئيسين الأوكراني والصيني، وجو بايدن أيضا يسعى لهذا اللقاء عبر الفيديو. باختصار نحن لسنا بصدد دولتان تحالفتا من فراغ، نحن بصدد موجة من التغييرات في موازين الاقتصاد والسلاح والتكنولوجيا اجتاحت العالم ليس عالمنا. الحقيقة احنا كنا في عصمة وفي مخبأ سري تحت الأرض، منطقتنا العربية طوال 40 سنة
خلال تحولات العالم. فلكن العالم الذي ستفتح عليه عيوننا الآن عالم مختلف إلى حد كبير. لا أعني بذلك أن الولايات المتحدة سوف يزول نفوذها العالمي، بل ما سيحدث هو أن تتقدم خطوة إلى الوراء لكي تصبح قطبا بين متعددين ليست أولى. هذه هي النقطة المهمة. أيضا لابد من لفت النظر إلى المبادرات الروسية، المبادرات الروسية خاصة بعد حماقة اعتقال بوتين على قضية مختلف عليها أنه ينقذ أطفالا من الموت ومن ملاجئ الأيتام وينقلهم، سوى أنه يعتبرهم روسا أصلا في خلاف في التصور. فلا خطف ولا يحزنون. فالتصرفات من نوع أن يتيح بوتين لإفريقيا حق الحصول على الحبوب مجانا، هذا تطور بالغ الخطورة وبالغ التأثير في صورة العالم الجديد الذي يتقدم فيه شرق جديد، سواء شرق أوروبا أو شرق العالم، على نحو لم تألفه البشرية طوال، هو الحقيقة الرئيس الصيني قال 100 سنة، هو طوال قرون. فيما يتعلق بالسياسات أستاذ أنديل، دائما ما يقال من تعاملنا معه ونعرفه أفضل من من لم نتعامل معه ومن لم نعرفه. نحن تعاملنا طبعا، العالم تعامل مع الأمريكيين لسنوات طويلة وكان هو ويعرفهم المصدر تماما، وذاق قهرهم وظلمهم وإبادتهم لملايين البشر. طبعا يعرفون، العالم يعرف. طب والصين وروسيا؟ الصين لا تعرفه، الصين ليست لها إرث استعماري منظور، الصين تتقدم بالاقتصاد وبالتجارة، الصين الآن على عرش العالم بمعايير بتقابل القوى الشرائية، حتى بالقيمة الإسمية ستبلغ عرش العالم بالتقديرات الغربية 2028. الصين حتى في حرب التكنولوجيا نرى نموذجا في محاولات أمريكا لزق الصين إلى الخلف بالحملة على هواوي وغيرها وغيرها. رأينا أنه رئيس هواوي أعلن قبل أيام أن آلافا من المنتجات الأمريكية التي كانوا يستخدمونها في منتجاتهم قد جرى استبدالها. الصين تستطيع تلقي الضربات ثم الصعود. أمريكا تحاول أن تستفز الصين إلى حرب في الشرق، إلى تايوان أو إلى بحر الصين. لا أعتقد، أعتقد أنه في حكمة في السلوك الصيني، لكن من المؤكد أن الصين تتطلع إلى وضع تبدو فيه هزيمة روسيا التي تحلم بها أمريكا أضغاصا من الأحلام. من يتراجع برأيك أستاذ أنديل في هذه المعركة؟ لا أحد بوسع التراجع، خاصة الروس. الروس يعتبرونها حرب وجود. أعتقد أن الروس، وكلنا يعرف ذلك وكلنا ممكن أن يرى أمثلة، الروس يهزمون فيهزمون فيهزمون ثم ينتصرون. الروس لديهم نفس مستريح وصبر وجلد هائل على الحروب، ولعلنا نشهد ما يجري حتى في نقطة صغيرة اسمها بخمت، قدم فيها الروس آلاف الضحايا لكنهم لا يتراجعوا. هذا هو الدرس التاريخ الروسي الذي يبرز مجددا. لكن أريد أن أنبه إلى أن الطرف الأساسي في التحالف، يعني أنا أظن ولا أرجم بالغيب، أظن أن اجتماع الأربع ساعات ونصف الساعة خصص لتحويل العلاقة الروسية الصينية الجديدة إلى تحالف عسكري غير معلن. لأنه أمريكا صحيح هي القوة الأولى طبقا للتصنيف، تحول من التعاون للتحالف، لأنه في تعاون عسكري بالفعل، يعني تحول من التعاون إلى التحالف. تحالف بمعنى أن يوجد إطار موثق معلن يقول ببساطة، يؤكد على حق الدفاع المشترك. الصين مهددة وروسيا طبعا لا زال تهديدها قائما، وتقدم هذين الطرفين يعادل القوة الأمريكية. من يعطي هذا الحق يا أستاذ أنديل، التعاون المشترك أو تعاون الدفاع المشترك؟ تختاره الدول بإرادتها. إذا اختارت الصين وروسيا أن تنشئ معاهدة دفاع مشترك على نحو معاهدة الدفاع المشترك التي أبرمتها أمريكا مع تايوان، التي لا تعترف بها واشنطن أصلا كدولة منفصلة وتقول أنها تؤمن بوحدة الصين. فهناك يعني التلاعب بالألفاظ من نوع المجتمع الدولي، المبادئ، هناك عالم يتهدم، لعبة جديدة يعني وضع جديد، وضع جديد تماما، وضع جديد. لكن لا أعتقد أنه سيتم بمعنى سنطوي الصفحة بكاملها. ستحدث شروخ في الصفحة الموروثة إلى أن تتم تحويل التوازنات الجديدة في عالم تعدد الأقطاب إلى منظمات
دولية جديدة. إلى أن نصل إلى هذه النقطة نحن سنشهد دوبليكيشن، يعني وجود منظمات مقابل منظمات. نلحظ ذلك في العالم الجديد، نلحظ البريكس، نلحظ شنغهاي، نلحظ أوراسيا، نلحظ التعامل بعملات بسلة عملات مختلفة، نلحظ كل هذه التطورات. نلحظ حتى محكمة الجنايات الدولية التي لا تعترف بها روسيا وتقول أنها ستنشئ محكمة جديدة. نعم. يعني هناك يتبلور أمامنا عالمان، عالم قديم وعالم جديد يخرج من قلبه لينفيه. في متابعة دائمة مع كل ما يتبلور من خلال شاشة اكسترا نيوز. بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ أنديل على وجودك طبعا معنا دائما. مشاهدينا الكرام كل عام وحضراتكم بألف خير، تغطية أكيد متواصلة على مدار الأيام القادمة. رمضان كريم، إلى اللقاء.